تناقض في الخطاب والمواقف الأمريكية تجاه الجزائر، فمن جهة يشيد مسؤولها بالأمن والاستقرار وأن الجزائر تغلبت على الإرهاب فهي شريك في التعاون على مكافحته، ومن جهة أخرى تحذر الدبلوماسية الأمريكية مواطنيها من السفر إلى الجزائر لدواع أمنية أو كما أسمته الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني بخطر تنامي التهديدات الإرهابية وعملية الاختطاف في الجزائر. التحذيرات الأمريكية لرعاياها من مخاطر السفر إلى الجزائر بمثابة لا حدث وتحذيرات غير مؤسسة حسب مصدر مأذون من وزارة الخارجية الجزائرية. ذات المصدر قال للبلاد أن الأمر يتعلق بوثيقة روتينية ومكررة وبيروقراطية لا تمت للواقع بصلة. فأمريكا نفسها حسب المصدر ذاته تسجل أعلى الأرقام في نسب الاختطافات والاغتيالات وحوادث تعيشها بشكل يومي تقريبا، دون الحديث عن التمييز الذي يضرب أطنابه في بلاد الحرية والمساواة كما يدعونه. فالغرب وأمريكا على وجه الخصوص منزعجة من الأمن والاستقرار التي تنعم بهما الجزائر، فهي من الدول القليلة التي